حكيم زياش يمشي الآن لتنفيذ الركلة الأولى. أول ركلة سينفذها حكيم زياش، ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى في قوام حاله، وكرة في منتهى الروعة. الآن اللاعب المختص، لكن بالتأكيد عليه ضغط. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بدا لي أنه متوتر جدا قبل تنفيذ الركلة، لكنه تمكن من التسجيل. ثاني اللاعبين مسددين، ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. ثاني لاعب يسدد، سددها على يسار حارس المرمى، تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. يلقنها الحارس، يا سلام. ثم مع الثالث الآن، يتصدى لها الحارس، حارس في منتهى التركيز، يلقنها ببراعة. الدور على لاعب رابع لتنفيذ الركلة. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. يتقدم رابع لاعب في تنفيذ ركلات الترجيح. التعادل 3-3. خامس لاعب من أجل تنفيذ الركلة. الخسارة وهدف ويقفز الجمهور من الفرق. اللاعب السادس في تنفيذ الركلات. الله على اللقطة، على تألق حارس المرمى. ياسين بونو عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك لكي يكون هو النجم. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. سابع لاعب على لائحة المنفذين. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. البرازيل لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. هدف ولا تزال معهم في المباراة موجودة. يأتي دور المسدد الثامن. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس، ضربة مذهلة. البرازيل، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ البرازيل عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. اللاعب التاسع في قائمة اللاعبين منفذين. تصدي رائع ولا في الأحلام من حارس كبير. ياسين بونو هو الأمل الأخير لفريقه، إذا صد هذه الركلة وإلا انتهى كل شيء. أوه، كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. المنفذ العاشر يتقدم الآن.
الكرة ترفض الدخول على الرغم من خداع الحارس. ياسين بونو إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه، طموح الفوز لا زال موجود. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه، هذه كرة الاطمئنان. وصل الدور الآن لآخر لاعب، الركلة الحادي عشرة واللاعب الحادي عشر. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدأ أنه مستحيل التصدي لها. البرازيل، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. حكيم زياش يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أن بثقة عالية، بثقة كبيرة تفوق على حارس المرمى. البرازيل عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. البرازيل لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. روعة في التنفيذ، حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى، والآن الدور على بوفال. تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. هدف ولا تزال أمامه في المباراة موجودة. تصدي رائع، تصدي غير عادي من حارس المرمى، مباراة كبيرة لهذا الحارس. ياسين بونو عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك لكي يكون هو النجم، لكي يعيد الأمل. ركلة أخيرة حددت الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة. يا لها من طريقة صعبة جدا في الخسارة، الحظ كان له دور كبير فيها. الحارس حاول أن يفعل شيء لكنه لا